أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أبرز العناوين. القدس العربي تنقل عن واشنطن بوست: أمريكا ستجلي عددا من موظفيها في بغداد تحسبا لذكرى مقتل قاسم سليماني. العرب اللندنية: بايدن أمام حقائق الواقع لتجنب حيل إيران النووية. القبس الكويتية تتساءل: لماذا منحت بريطانيا فايزر حصانة قانونية؟ وفي تقرير للدستور الأردنية: كوريا الشمالية وسياسة جو بايدن. في زاوية مقالات يتساءل أدهم إبراهيم: في الزمان العراقية هل فشلت الانتفاضة التشرينية؟ ويكتب إلياس حرفوش: في الشرق الأوسط بايدن يصحح خطأ أوباما. لحظات وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة البيان الإماراتية إن عبوات الميليشيات تلاحق متظاهرين ناصرية، فيما يشهد الوضع الأمني في العراق تصعيدا خطيرا، حيث تعرض منزلان لناشطين اثنين لتفجيرين بعبوتين ناسفتين، واغتال مسلحون ناشطا في محافظة ميسان عرف بانتقاداته. وفي شأن متصل عنونت صحيفة الزمان العراقية: حشود احتجاجية في التحرير لدعم تظاهرات ذي قار ورفضهم لرفع الخيام ومطالبتهم بالكشف عن قتلة المحتجين وإيقاف عمليات الملاحقة الأمنية للناشطين. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن متظاهرين يحرقون مقرات حزبية ومكاتب حكومية في إقليم كردستان، حيث قتل شخص وأصيب ستة آخرون إثر اندلاع مظاهرات في محافظة السليمانية، احتجاجا على تأخر صرف رواتب الموظفين بالتزامن مع استمرار مفاوضات بغداد وأربيل حول حصة الإقليم في ميزانية 2021. ونبقى في صحيفة الشرق الأوسط التي أكدت أن إيران تعمل على ملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وسيكون لذلك تأثير كبير في الملف الأمني والتوازن السياسي في المنطقة. نقلت صحيفة القدس العربي عن واشنطن بوست: أمريكا ستجلي عددا من موظفيها في بغداد تحسبا لذكرى مقتل سليماني، ووصف مراقبون القرار بأنه مؤقت ومحاولة لتخفيض المخاطر. قالت صحيفة العرب اللندنية إن بايدن أمام حقائق الواقع لتجنب حيل إيران النووية، حيث باتت إيران محور اهتمام الجميع وخاصة القوى الأكبر على مستوى العالم، والتي رأت أن الحل الأمثل هو احتواؤها دبلوماسيا، ما جعلها تتمرد على القيود. وفي عنوان آخر قالت العرب اللندنية إن لعبة الاغتيالات السياسية في العراق ترتد على إيران، وترى الصحيفة أن إيران انتقلت إلى الحديث عن الانتقام لاستهداف كبار علمائها وقادتها في الحرس الثوري في أعقاب عملية محسن فخري زادة، ونسيت أنها سوف تحصد ما تزرع بعد تصفية المئات من الكفاءات العلمية في العراق منذ الاحتلال الأمريكي. وبشأن آخر التطورات حول جائحة كورونا، تساءلت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن الاندبندنت البريطانية: لماذا منحت بريطانيا فايزر حصانة قانونية تحميها من أي مشاكل تتعلق باللقاح، وتمتد الحصانة القانونية إلى العاملين الصحيين البريطانيين الذين سيقدمون اللقاح والشركات التي تساهم في صناعته. وفي تقرير للدستور الأردنية: كوريا الشمالية وسياسة جو بايدن. يقول التقرير: يخشى بعض الخبراء أن تسعى كوريا الشمالية لاختبار قرار الرئيس الجديد، ويبدو أن استئناف تجارب الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات هو الخيار الأكثر احتمالا، ومن المرجح أن تقوم كوريا الشمالية بتقييم سياسة بايدن المحتملة تجاهها قبل اتخاذ أي إجراءات متسرعة. وهذه انتقالة مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات يتساءل أدهم إبراهيم في الزمان العراقية هل فشلت الانتفاضة التشرينية؟ ويرى الكاتب أن مستقبل الانتفاضة يرجع إلى الأسباب المؤدية لها والنابعة من الفساد والاستبداد والمعاناة على مدى سنوات، وهذه الأسباب ما زالت قائمة بل زادت استفحالا باغتيال وتغييب الناشطين وتجاهل دماء المنتفضين، إضافة إلى الوعود الزائفة. لذا فإن مظاهر الانتفاضة اليوم ستعاود الانطلاق مجددا طالما استمر قادة الأحزاب الحاكمة في غيهم وتجاهلهم لمطالب الشعب العراقي المحقة والعادلة. ويكتب إبراهيم الزبيدي في العرب اللندنية: الانتخابات العراقية لو جرت، يقول الزبيدي، يعلم الصغير والكبير في العراق والعالم كيف جلس الرئيس على كرسي الرئاسة، ومن سلط الوزير، ومن عين النائب، ومن وضع النجوم على أكتاف الضابط وسلطه على البلاد والعباد. فإلى المقاطعة الشاملة الكاملة فلا حاجة لنا بهذه الديمقراطية الملوثة التي تقرر من يرشح نفسه في الانتخابات ومن يقترع ثم في النهاية من يفوز. ويكتب إلياس حرفوش في الشرق الأوسط: بايدن يصحح خطأ أوباما. ويرى الكاتب أن إيران تعيش فترة صعبة مع العجز الفاضح عن الرد على الاغتيالات، تضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتجد إيران نفسها الآن أمام خيار التجاوب مع خطة الرئيس الأمريكي الجديد أو الإمعان في العزلة المفروضة عليها التي ستكون مرشحة للتوسع مع توقع انضمام حلفاء أمريكا الأوروبيين إلى الموقف الأمريكي. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل الكاتب الصحفي عوني داود. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من عمان الكاتب الصحفي عوني داود. مرحبا بك أستاذ عوني إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا أستاذ حسان، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. مرحبا بك. نبدأ من صحيفة الواشنطن بوست التي تقول إن أمريكا ستجلي عددا من موظفيها في بغداد، ويصف مراقبون هذه الخطوة وهذا القرار أنه مؤقت ومحاولة أيضا لتخفيض المخاطر. كيف تقرأ هذا الأمر؟ يعني أعتقد أنه حاليا الإدارة الأمريكية تخشى من أي ردود فعل إيرانية أو مخاطر قد تربك الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب المنتهية ولايته. أعتدنا بأنه الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة تكون كالسياسة البطة العرجاء، ولكن الآن يختلف وضع ترامب بأنه يحاول إغلاق ملفات فتحها في العالم وفي إقليم الشرق الأوسط تحديدا وفي الملف العراقي تحديدا، وبالتأكيد بعد مقتل العالم الذر الإيراني محسن فخري زايد. أعتقد بأنه هناك تخوفات وتحوطات أمريكية من ردة فعل إيرانية، ويخشى أن يكون الساحة العراقية هي من النقاط الساخنة الأكثر سخونة التي قد تشهد ردة فعل إيرانية قد تربك إدارة ترامب الحالية. وبالتالي أعتقد بأنه هذا إجراء تحوط، وحتى لا يتم إرباك الجمهوريين، خاصة بأنه النظرة للملف العراقي من قبل الديمقراطيين تختلف تماما عن نظرة الجمهوريين. وأعتقد بأنه كان واضح من التصريحات الأمريكية الأخيرة أنه تخفيف العاملين في السفارة العراقية وتخفيف من الموظفين في بغداد من انطلاقا من هذا الموضوع. نعم، يشير مراقبون أيضا إلى أن إيران تعمل الآن على ملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، سيكون لذلك أيضا تأثير كبير في الملف الأمني وأيضا في التوازن السياسي في المنطقة. إيران متواجدة أصلا في القرار السياسي العراقي، فماذا يعني ملء الفراغ برأيك؟
يعني أعتقد الآن الكل يعمل على تنبؤات ما يمكن أن يجري بعد تولي بايدن السياسة أو الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. نذكر بأنه بايدن معروف في توجهاته، وهو صاحب ملف، وهو تولى الملف العراقي ربما أيام باراك أوباما على مدى 8 سنوات، وقبل ذلك حين كان في الكونغرس الأمريكي. بايدن معروف بأنه له مشروع خاص، وكما عرف بالسياسة العالمية مشروع بايدن لتقسيم العراق. كيف ستكون نظرته؟ هل استمرار لنهج أوباما في العراق أم سيتغير؟ أعتقد بأن هناك متغيرات على الساحة في الإقليم، متغيرات التحركات، ما أسميه تحركات الساعات أو الأيام الأخيرة من عهد ترامب، والمختلف الكل ينتظر ماذا يمكن أن يكون عليه سياسة بايدن الجديدة في العراق. من هنا خاصة بعد التطورات الأخيرة اللي حصلت في المنطقة وترقب إيران الآن بعدما حصل في مقتل كما ذكرت محسن زادة، ومحاولة لملمة الملفات حتى في الإقليم وفي الخليج حاليا من قبل إدارة ترامب، ماذا سيكون مستقبل الوجود موضوع الملف الإيراني في العراق؟ إيران تترقب، إيران قد تحاول أن تكون لها موضع قدم في القادم من الأيام، سواء بأنه أهم ملف يعني يختلف فيه سياسة الديمقراطيين والجمهوريين ما يتعلق بالملف الإيراني، ولو سيكون على موضع يعني على طاولة الأحداث القريبة القادمة. وهذه من النقاط المهمة التي يترقبها ليس فقط العراقيين، لكن كل السياسيين في المنطقة يترقبون ما هي سياسة بايدن التي ستكون في العراق. وبالتالي أقول بأن تطورات الوضع في العراق ينطبق أو بانتظار ما ستكون عليه مرهونة تطور العلاقات الأمريكية الإيرانية في قادم الأيام. طيب، في ظل معلومات أمنية تؤكد إمكانية قيام إيران من خلال أذرعها في العراق بعمليات نوعية تستهدف المصالح الأمريكية في العراق، تزامنا مع ذكرى استهداف سليماني والرد بشكل غير مباشر على مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، هل ذلك متوقع برأيك؟ يعني أول التخوف الأمريكي يعني رفضناه مؤخرا من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، وكان هو نوع من التخوف والضغط، ويمكن تصريحات أنه قد يضطر إلى إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد لوجود مضايقات أو اعتداءات أو ما شابه ذلك، والتخوف من أي رد فعل إيراني. أنا بعتقد بأنه الآن القرار هو ليس هناك أي قرار بإغلاق سفارة، وإنما هو بتخفيف العاملين في من الأمريكيين كما ذكرت تخوفا من أي رد فعل. ولكن أعتقد بأنه إيران حاليا يعني تعيد حسابات ردة الفعل، بمعنى أنه الآن لا تريد أن تربك أو تغير أوراق في وقت حساس جدا، تنتظر ماذا يمكن أن يكون عليه الوضع. بمعنى هل ستكون ردة فعل حاليا على ما جرى ويجري في المنطقة، وبالتالي قد تحلق بعض الأوراق التي تراهن عليها بإدارة بايدن القادم الذي سيفتح ملف النووي الإيراني. إيران إذا فعلا فتحت موضوع الملف النووي الإيراني، وبالتالي أصبح هناك وضع اختلف، موضوع الحصار عليها النفطي والاقتصادي، هل سيتحرك اقتصاده؟ وبالتالي لن تحتاج إلى ملأ أو ما يسمى بملأ فراغ في العراق. بمعنى آخر بأنه كلها المحاولات انتظار على القادم الجديد الرئيس القديم الجديد في البيت الأبيض، وما يمكن ستكون سياسته القادمة بما يتعلق بالملف الإيراني. الكل يترقب، الكل يتحوط بالساحة العراقية، الكل يبني طموح وآمال على ما كان معروفا من سياسة بايدن أيام باراك أوباما. هل ستبقى هذه نفس السياسة أم ستتغير؟ هذا لا يمكن أحد أن يراهن عليه، وإن كانت المراهنة على تصريحاته التي تؤكد بأنه هو صاحب رؤية، صاحب توجه في الملف العراقي تحديدا، وبالتالي بالملف الإيراني. من هنا نرصد التحركات الحذرة من قبل إيران في الساحة العراقية وحتى في الساحة الخليجية عموما. طيب، يشير تقرير إلى أن إيران تقوي ميليشياتها بالعراق واليمن في وقت نجحت فيه إدارة ترامب في بعثرة أوراق إيران وشبكاتها الخارجية، هل فعلا
تبعثرت أوراق إيران في المنطقة؟ أعتقد بأيام حكم الرئيس ترامب الذي تبقى منه أسابيع قليلة ضغطت كثيرا فيما يتعلق بالملف الإيراني من أكثر من جبهة، الجبهة العراقية، بالجبهة الخليجية، بالملف الإقليمي، بكثير من بالملف النووي. الآن تراهن إيران على انفراج في الرؤية واختلاف بالسياسات ما بين الديمقراطيين والجمهوريين بعودة بايدن إلى المشهد السياسي من جديد. الميليشيات الموجودة والتي كانت جزء من في أيام باراك أوباما وبايدن الآن تعود للظهور والترقب من جديد. سياسيين وكثير من الأمور تتغير على الساحة الآن في العراق بانتظار ما يجري. إيران ترصد ما التحركات الأخيرة باللحظات الأخيرة لترامب وسياسة ترامب في الخليج. نذكر بالزيارة أو الجولة التي قام بها وزير الخارجية مؤخرا الأمريكي للمنطقة، بزيارة المستشار الأمن القومي كوشنر للمنطقة، محاولة التوصل لتوافق خليجي لإنهاء الخلاف الخليجي، وتصريحات إيران أنها ترحب. بمعنى الآن الكل ينتظر القادم، بمعنى ماذا سيجري على الساحة اليمنية، ما سيجري على الساحة العراقية، الخليج. ندرك تماما بأن الملف الإيراني لطالما كان ملفا مهما جدا للديمقراطيين والجمهوريين مع اختلاف الرؤى وكل ما يجري حاليا من تحركات لمحاولة ترقب والاستعداد لما هو قادم. ما هو قادم؟ من هنا أقول أن كل التحركات تجري بحذر ما عدا التحرك الأمريكي الجمهوري لمحاولة إغلاق ملفات كانت قد فتحت أيام ترامب بمحاولة إنهائها قبل قدوم الديمقراطيين بقيادة بايدن. في ذات السياق تشير مصادر إلى أن الميليشيات في العراق تتحرك بحرية أكبر في انتظار استراتيجية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. ماذا تريد هذه الميليشيات وما الذي تنتظره من استراتيجية بايدن المنتظرة في المنطقة؟ هي تنتظر بمعنى أنه هل سيكون لها دور أم ليس لكون لها دور، بمعنى أنه هل سيكون كما كان في أيام باراك أوباما، هل سيكون هناك سياسة جديدة في المنطقة، هل سيعيد بايدن سياساته السابقة ومشروعه السابق في العراق، هل سيتغير. هي تتحرك تبحث عن هل سيكون لها دور أم لا يكون لها دور. الآن الكل في الساحة بمعنى يقول نحن هنا وينتظر ما هو القادم. هناك مراهنات على بايدن بنسخة باراك أوباما التي أذكر بتصريح بايدن أنه قال لن أكون نسخة من حكم باراك أوباما. هل سيتخلى تماما عن كل السياسات التي فرضها الأمريكيون أي إبان حكم أوباما في الساحة العراقية، أم سنجد صورة مختلفة تماما قد تأخذ من السياسات باراك أوباما في العراق، أم سيكون في اختلاف؟ وأعتقد بأنه سيكون في اختلاف وإن كان هناك رؤية مختلفة. الاختلاف الكبير سيكون في الملف العراقي والملف الإيراني ما بين بايدن عن ترامب، ولكن أعتقد بأنه لن يكون هناك نسخة طبق الأصل في التعاطي مع الملف العراقي والإيراني كما كان في عهد باراك أوباما. هناك أيضا موضوع يشير إلى أن بايدن يصحح خطأ أوباما، ولم يعد ذلك سرا أن إيران تعيش فترة صعبة وتجد نفسها الآن أمام خيار التجاوب مع خطة رئيس أمريكا الجديد أو الإمعان في العزلة المفروضة عليها دوليا. هل برأيك سيصحح بايدن خطأ أوباما فيما يتعلق بإيران؟ أنا أعتقد بأنه بايدن مقبل على مفاوضات مهمة جدا في ما يتعلق بالملف الإيراني النووي، ومن الأوراق المهمة الضاغطة جدا الملف العراقي. بمعنى آخر أنه أيضا الحضور الإيراني في الساحة العراقية ستكون ورقة مهمة ضاغطة تماما في ملف التفاوض على الملف النووي، إذا أرادت إيران أن تخرج من عزلتها بشروط جديدة أمريكية عالمية. أعتقد لن يكون الأمور سهلة، ومن هنا هذه تصريحات بايدن، ومن هنا أيضا ندرك بأنه في كثير من المعطيات ستختلف في القادم من الأيام. إيران تترقبها بكثير من الحذر ولا تريد أن ترتكب أي خطأ
يغير معادلة التفاوض، هي تراهن على القادم، لأنه الحاضر بالنسبة لها أسوأ، وتحاول أن تجد إذا جاز التعبير ما يسمى بطاقة الفرج في وجود بايدن. ولكن بايدن أنا أعتقد لن يكون نسخة التفاوض كما كانت في معطيات كثيرة تغيرت في المنطقة، سيكون أذكى بحيث أن يستفيد من إذا حقق الجمهوريون بترامب إيجابيات في هذا الملف سيبني عليها ويطورها في سبيل وجود اتفاق العودة إلى اتفاق ناوي مع إيران. لن يكون بنسخته كما كان بالسابق، سيكون بنسخة مطورة لتحقيق أهداف التي يسعى إليها الديمقراطيون في المنطقة. نعم، نتحول إلى ملف كوريا الشمالية وسياسة جو بايدن، حيث من المرجح أن تقوم كوريا الشمالية بتقييم سياسة بايدن المحتملة تجاهها، وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات متسرعة. بماذا ستختبر كوريا الشمالية سياسة بايدن المرتقبة؟ كوريا الشمالية تدرك تماما باختلاف في وجهة نظر الديمقراطيين والجمهوريين في ملف كوريا الشمالية وتحديدا بايدن. بايدن يعني معروف أيضا له من الملفات المهمة التي صرح عنها في سواء بالمناظرات الانتخابية أو حتى في مقال مشهور معروف نشر له في نيويورك تايمز منذ فترة، هو يتكلم وينتهج سياسة ما يسمى بسياسة الصبر الاستراتيجي، بمعنى الاختلاف الواضح والكبير بين الديمقراطيين والجمهوريين بالتعاطي مع ملف كوريا الشمالية، بأنه الجمهوريين بقيادة ترامب نهج من كما يقال من أعلى إلى أسفل، بمعنى حاول التواصل مباشرة مع الزعيم الكوري، وبالتالي لم يعر الحلفاء الآخرين حتى في المنطقة بأولوية ولجأ إلى التوصل مباشرة، وهذا ما ينتقده في بايدن، ويقول بأنه لم يحقق شيء حتى بلقائه المباشر والتاريخي الذي تم بقمة جمعتهما في سنغافورة مؤخرا، وينتهج سياسة كما ذكرت ما يعرف بسياسة الصبر الاستراتيجي، بمعنى هو ينتظر ما يمكن أن تأخذه العقوبات من نتائج ضد الكوريا الشمالية، وهو يعني يحاول أن ينتهج سياسة ترضي الجيران في المنطقة وتحديدا العاصمة سيول كوريا الجنوبية. من هنا ينتظر كوريا الشمالية وتتوقع ألا يكون نهج بايدن المعلن كما هو نهج ترامب المقدم على التواصل المباشر معه، والذي يرى الديمقراطي بأنه لم يحقق نتيجة وسيكون هناك عودة إلى الخلف كما يراه الكوريون الشماليون، بأنه ستكون هناك لا ضغوطات أكثر ونهج مختلف تماما عن النهج الذي انتهجه ترامب خلال سياسته في البيت الأبيض. نعم، إذن في ختام الحوار أشكرك أستاذ عوني الشكر الجزيل لمشاركتك معنا. كل الشكر، تحياتي لك سيدي الكريم والمشاهدين الكرام. والشكر موصول لكم مشاهدينا، حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.